وفاة الرئيس مرسي رحمه الله حدث مهم، له تداعيات وله دلالات وله معاني، لابد من تعليق مركز حول هذا الموضوع، حتى لو كان خارج بلادنا فله تداعيات على المسلمين عموما والعرب خصوصا وعلى بلادنا كذلك. فماذا يجب أن نقول عن وفاة مرسي؟ مجموعة نقاط، 10 نقاط تقريبا. أولا، مرسي شخصية مهمة ليس لذاته ولا لتاريخه الشخصي، بل لأن استلامه للرئاسة رمز لنجاح ثورة مصر، وثورة مصر جزء مهم من الربيع العربي، وإزاحته عن الرئاسة رمز لإفشال وليس فشل، إفشال الثورة. ووفاته في السجن بهذه الطريقة تمثل ذروة الاعتداء على الثورة، فالثورة هي التي دفعته للقمة، والانقلاب هو الذي أطاح به، وللدفاع عنه رمزية كبيرة في هذا المقام. النقطة الثانية، ما دام مرسي توفي داخل السجن فهو مقتول، مقتول بيد الانقلابيين، سواء قتل بالتعذيب أو بتدهور حالته الصحية بسبب إهمال العلاج، أو حتى لو كانت معاملته حسنة وهو ما لم يحصل، معاملته كانت سيئة، حتى لو كانت معاملة حسنة فهو قد قتل من قبل الانقلابيين ما دام قد سجن طغيانا وظلما. فحتى لو صدقت روايتهم أنه توفي في المحكمة وهذا يبدو صحيح، فهو قتيلهم، هو قتيل النظام. النقطة الثالثة، مرسي ليس أول من سجن وعذب وقتل، فقد سجن الكثير وعذب الكثير وقتل الكثير في مصر وفي الدول الموازية أو المشابهة لمصر مثل الإمارات والسعودية. وهم هؤلاء السجناء والقتلى والمعذبين ليسوا أقل شأن من مرسي، لا عند الله سبحانه وتعالى ولا عند الناس، ويجب أن يذكروا بقوة في هذا السياق، يجب أن نتذكر كل هؤلاء في هذا السياق. عدد الذين قتلوا سواء في رابعة أو في السجون أو اختفوا قسرا أو قتلوا بزعم محاربة الإرهاب، عددهم بالآلاف وربما عشرات الآلاف، الله أعلم. ويجب أن يكون قتل مرسي سبب في تذكر جريمة شاملة وكبيرة بقتل هؤلاء جميعا. النقطة الرابعة، قتل مرسي وقتل آخرين في السجن يتحمل مسؤوليته الانقلابيون، أكيد لا شك في ذلك، ولكن يتحمل مسؤوليته كذلك الحكام الداعمون لهم، السعودية والإمارات، الذين لولا دعمهم المادي، دعمهم السياسي ودعمهم الإعلامي لما بقي الانقلابيون في السلطة. هذا الدعم لم يقتصر على إنجاح وبقاء الانقلاب، بل كان النظام السعودي والإماراتي حريصين على القمع تحديدا، حريصين على المبالغة في القمع، ولهما دور كبير في رابعة وما تلاها من حملات شرسة على أحرار الشعب المصري. النقطة الخامسة، تحميل الحكام المسؤولية لا يعفي الشعوب. الشعب المصري يتحمل المسؤولية لدوره في إنجاح الانقلاب ودوره المباشر وغير المباشر في استمرار انقلاب واستمرار القمع، ولا نبرئ شعوبنا، شعوب الخليج تتحمل المسؤولية كذلك لأنها لم تفعل شيئا لمنع حكامها من تأمين دعم شامل وكبير للانقلابيين، بل ربما شارك الكثير من أبناء هذه الشعوب، الشعبين بالذات السعودية والإمارات، في تنفيذ مراد الحكام من خلال وظائفهم ومن خلال أدوارهم. النقطة السادسة، يجب أن يكون خذلان ما يسمى بالمجتمع الدولي للثورة، مجتمع يسمونه المجتمع الدولي وخاصة الدول الديمقراطية، واعترافهم بالانقلاب وتعاملهم معه التعامل الطبيعي، ثم تجاهلهم لوفاة مرسي، يكاد يكون ولا دولة تقريبا أتت بخبر مرسي تعليقا من مؤسسات رسمية، يجب أن يكون ذلك إرغام للمتعلقين بتعاطف الغرب والمتأملين بفزعة الغرب، ويجب أن يكون ذلك تأكيدا بأن الغرب الديمقراطي المزعوم لا يكتفي بالتخلي عن طالبي الحرية، بل يدعم الطغيان ويدعم قمع الحرية. النقطة السابعة، صحيح أن وفاة مرسي ليست أعظم من أحداث كبرى في مسيرة الطغيان، بدءا من الانقلاب نفسه حدث كبير، ثم رابعة، ثم حملات الاعتقال والتعذيب والقتل، وبرامج التغريب وبرامج التطبيع وبرامج الخيانة، لكن ينبغي أن تكون رمزية وفاة مرسي، هذه الرمزية ينبغي أن تكون باعثة على تحرك جديد بأي وسيلة ممكنة، مثل ما كان الانقلاب نفسه باعثا على
التحرك في وقته. النقطة الثامنة، إذا لم يحصل تحرك أو لم يحصل رد فعل، فإن من الوارد أن يدفع ذلك سلطات الانقلاب أن تسترخي. إذا استرخت صفت كل الشخصيات المهمة في السجون المصرية لأنها لم ترى رد فعل. هذه الشخصيات التي تعتبر نخبة وزبدة المجتمع المصري ولا رادع للانقلاب إلا أن يشعر أنه يدفع ثمنا باهظا إذا خسر أحد المعتقلين حياته، وخاصة الرئيس مرسي، وإلا فستحصل انتكاسة حضارية كبيرة في مصر وتتمم الانتكاسات السابقة والتي أصلا وصلت مرحلة محزنة ستتعاظم بخسارة هذه العقول التي سيقضى عليها في السجون. والطغيان، النقطة التاسعة، الطغيان يعدي مثلما الحرية تعدي، وليس من المستبعد أن ينتقل الاسترخاء في تصفية المعتقلين إلى محمد بن سلمان حين يرى البرود في ردود الأفعال عند الشعب المصري ويحس أن لا خطر عليه، لا خطر على السيسي ولا خطر عليه ولا على سلطته عند شعب بلاد الحرمين، فيبدأ بتصفية كبار المعتقلين. والمسؤولية هنا تقع عليكم يا شعب الجزيرة الآن في منع ذلك، فالحرية تعدي والطغيان يعدي والعياذ بالله. النقطة العاشرة، هذا التمادي عند الحكام في السجن والتعذيب والقتل فضلا عن غير ذلك من إبعاد الأمة عن دينها وحضارتها وقيمها وأخلاقها، هذا التمادي عند الحكام وهذا الاستفزاز المثير للشعوب في كرامتها وفي انتمائها وفي حقوقها مقابل إقفال كل وسائل الاعتراض السلمي سيجعل السعي لانتزاع الحق واسترجاع الكرامة بالقوة نتيجة طبيعية، بل ربما مرحب به من قبل الكثير ممن كانوا يرفضونه ويبشرون بقدسية وعظم السلمية.